عن الأبراج، والنهاردة هنتكلم عن مين هم الأبراج الأكثر قدرة على التخاطر الروحي، اللي هيبقى عندهم قدرة قوية جدا جدا هم يعملوا تخاطر، واللي يفكروا فيه يقدروا يحققوه في آخر 3 شهور في سنة 2019. يعني في أبراج هيبقى عندهم قدرة قوية جدا جدا إن هم يحققوا كل حاجة بيتمنوها أو كل حاجة بيحلموا فيها عن طريق عقلهم الباطن، وباستخدام عقلهم الباطن باستخدام التخاطر الروحي وباستخدام قوة العقل الباطن. مين الأبراج دي اللي ممكن تستغل هذه القدرة، ولو عملوا مديتيشن وعملوا تمارين التخاطر هينجحوا بنسبة قوية جدا جدا إن هم يوصلوا لكل حاجة هم عايزينها. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى فيسبوك، وتقولوا لي بتشوفوني من فين وانتوا برج ايه. وبليز كمان ما تنسوش تشتركوا في قناة الكلام المفيد اللي عملت فيها فيديو النهاردة حلو قوي قوي، هسيبه لكم هنا، اللي هو اكثر الابراج حظا في اكتوبر 2019. فيديو حلو اتفرجوا عليه عشان تعرفوا مين اكثر الابراج المحظوظة، هسيبه لكم هنا دلوقتي حالا. طيب ما تنسوش كمان تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك عشان عايزين نوصلهم ل100,000 مشترك. مين الابراج اللي هتبقى عندها قدره رهيبه جدا على ان هم يعملوا تخاطر وينجحوا في التخاطر؟ عندنا برج الميزان. برج الميزان من الابراج، هو طول عمر برج الميزان برج الروحانيات بتاعته عاليه جدا جدا. معروف اصلا ان برج الميزان لما بيفكر في الحاجه بتحصل، او مثلا يتخيل حاجه فجاه بتحصل، لدرجه ناس ممكن تخاف مواليد برج الميزان ازاي عندهم القدره الرهيبه دي ان هم يعني يفكروا في الحاجه تحصل على طول. فبرج الميزان برج شاطر جدا ان جنرال في التخاطر الروحي، ولحد اخر 2019 هيبقى عنده قدره غير طبيعيه على التخاطر الروحي، ويقدر يحقق كل حاجه هو عملها لو فكر فيها بايجابيه. يعني انت يا برج الميزان عشان تقدر تحقق كل حاجه نفسك فيها، فكر بايجابيه وفكر في طاقتك، ان انت اوريدي بتحقق الحلم ده، وهتقدر بطريقه غير طبيعيه ان انت توصل لاي حاجه انت عايزها يا برج الميزان. طيب مين كمان من الابراج اللي عندهم قدره، واللي هيكون عندهم قدره كبيره جدا جدا على التخاطر في اواخر 2019؟ هيجي عندنا برج الدلو. برج الدلو برضو من الابراج اللي عندهم قدره مش طبيعيه ان جنرال في التخاطر، بيعرفوا يحققوا كل اللي هم عايزينه لما بيفكروا في الحاجه بتحصل، لما بيتخيلوا الحاجه بتحصل، لدرجه ان برج الدلو من الابراج المتشائمه. يعني هو يجي يقول لك لا مش عايز اروح اصل ممكن اعمل حادثه، وفعلا تحصل حادثه، يجي يقول لك لا 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 انا مش متشائم، الشخص ده ما بحبوش وما بستريحلوش نفسيا، يطلع الشخص ده ابن 60 في 70. فهو بيعرف ازاي يتخيل الشخصيات كويس، يتخيل الاحداث كويس، فهو شاطر قوي قوي في الموضوع دوت. يعني برج الدلو من الابراج اللي بتعرف تتخيل، بتعرف تتوقع، وشاطرين بطريقه مش طبيعيه. فبرج الدلو من الابراج اللي في نهايات 2019 هيبقى عندهم قدره رهيبه، ودي بتخليهم عندهم استعداد اقوى واكبر ان هم يوصلوا اللي هم عايزينه ويحققوا كل حاجه هم عايزينها. كمان من الابراج هيبقى عنده قدره قويه جدا جدا على التخاطر في اواخر 2019، هيجي عندنا برج الجدي. برج الجدي كمان من الابراج اللي هيبقى عنده حظ كويس جدا ان شاء الله باذن الله في 2019، وكمان هيبقى يعني هيبقى اكثر ايجابيه، واللي هيفكر فيه او اي حلم هيجي يراده هيقدر بمنتهى السهوله ان هو يوصل له ويحققه. علشان كده يا برج الجدي اعتقد ان اتس تايم تو دريم، اتس تايم ان انت ثينك بوزيتيفلي في اي حاجه نفسك فيها، لان هتبقى عندك قدره مش طبيعيه ان انت اللي هتفكر فيه هتحلم بيه او هتتخيله هيحصل ان شاء الله باذن الله. نيجي بعد كده عندنا من الابراج اللي هتبقى عندها قدره مش طبيعيه، مش طبيعيه فعلا، ممكن اكتر الابراج اللي عندها قدره كبيره جدا جدا على التخاطر الروحي، هيجي عندنا برج معلش يا جماعه بس هحط الموبايل في الشاحن، هيبقى عندنا برج ثانيه واحده، برج القوس. برج القوس من الابراج القويه جدا جدا في التخاطر، طول عمر برج القوس برده من الابراج اللي بتعرف تعمل تخاطر، بيعرفوا يفكروا كويس، اللي بيفكروا فيه بيحصل. فبرج القوس من الابراج اللي طاقتهم قويه جدا، عندهم طاقه مش طبيعيه، بيعرفوا يستغلوا الطاقه دي، بيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه، بيعرفوا يحققوا اللي هم نفسهم فيه، لان هم طاقتهم طاقه قويه، عندهم طاقه قويه جدا جدا جدا. فبرج القوس من الابراج اللي برافو عليها، انا بحب طاقه برج القوس، وهم اصلا ابراج متفائله، بتديك انرجي، بتديك بوزيتيف، بتديك ايجابيه، بيدوك
بيدوك يعني. انت برج لما تكون عايز تعيش في انرجي وعندك ما عندكش انرجي وعايز حد يديك انرجي، عندكم برجين يا جماعه بجد، البرجين دول لازم نستغل الانرجي بتاعتهم. اول برج برج القوس، تاني برج انتوا قولوا لي برج ايه؟ برج الحمل. برج الحمل برضو مليان انرجي والطاقه بتاعته حلوه قوي قوي قوي، حتى لو هو زعلان، حتى لو هو متضايق، حتى لو هو مقموص، فبرج الحمل من الابراج اللي طاقتها حلوه قوي قوي قوي. معلش يا جماعه بس استنى، مش عارفه ليه انا قعدتي مش مظبوطه. طيب مين الابراج كمان اللي هيبقى عندها قدره مش طبيعيه على التخاطر؟ عندنا برج العذراء. برج العذراء كمان من الابراج لما بتحط حاجه في دماغها بتعرف تحققها، لما بتخيل حاجه بيعرف يوصل لها. دايما كانوا الناس بتوع برج العذراء شاطرين قوي، بيعرفوا يقروا الناس كويس، بيعرفوا يوصلوا لهم عايزينه. فبرج العذراء من الابراج اللي لو حطت حاجه في دماغها بتعرف توصل لها، لو حطت حاجه في دماغها بتعرف تجيبها. وهو شاطر في التخاطر برضو جدا جدا، بس هيبقى عنده قدره مش طبيعيه ان هو يحقق احلامه وان هو يوصل اللي هو عايزه عن طريق التخاطر وعن طريق قانون الجذب. فيا عذراء كملوا، اعملوا مديتيشن، اعملوا فكروا كتير في الحاجه اللي انتوا عايزينها بايجابيه، فكروا ان الحاجه بتحصل. انا هسيب لكم فيديوز حلوه جدا جدا وتمارينات رهيبه وقويه جدا جدا عن التخاطر وعن قانون الجذب، هسيبها لكم هنا اتفرجوا عليها. طيب مين كمان هيجي عندي اخر برج هقوله النهارده؟ هو برج الحمل. برج الحمل برضو من الابراج اللي هتبقى عندها قدره مش طبيعيه على التخاطر وان هم يحققوا، وهم عندهم اصلا تشينج، طاقه تغيير في حياتهم الفتره دي، فهم عايزين يغيروا وعايزين يعملوا حاجات كتيره جديده، وحاسين ان هم ضيعوا وقت كتير وضيعوا طاقه كتير، فهم عندهم الباور اللي تخليهم عايزين يعملوا تخاطر يوصلوا اللي هم عايزينه. فبرج الحمل من الابراج اللي هتنجح جدا جدا في التخاطر اخر 3 شهور. احنا بنتكلم على اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني الفيديو ده خاص باخر 3 شهور في السنه، الكوارتر الاخير. فبرج الحمل من الابراج اللي هيبقى عندها الباور وعندها القدره وعندها. برج عندنا هتكلم عنه النهارده هو برج الحوت. برج الحوت برضو من الابراج اللي هيبقى عندها طاقه ايجابيه كويسه جدا جدا، عندهم بوزيتيف انرجي، عندهم تخاطر حلو جدا جدا، فالتخاطر بتاعهم هيبقى شغال كويس قوي قوي، بيعرفوا يوصلوا لهم عايزينه، بيعرفوا يجذبوا كل حاجه هم عايزينها، بيعرفوا يكونوا سو اكتيف. فبرج الحوت استغل طاقتك واستغل، وعقرب على فكره كمان، يعني حوت وعقرب الاثنين عشان هم قريبين من بعض. الابراج الثانيه اللي انا ما قلتهاش، حتى لو انتم مش اكتر الابراج عندكم روحانيات، بس انتم كمان ممكن تعملوا قانون الجذب وتعملوا تخاطر. المبدا حاجه واحده بس، فكر بايجابيه، تخيل حاجه اللي انت عايز توصل لها كانها حقيقه وكانها واقع. بص لقدام، ما تبصش وراك، ما تبصش يعني ما تبصش يعني دايما بص قدام وتخيل وتصور. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا بايجابيه، تصوروا بايجابيه، كل اللي انت عايز تحلم بيه او بتفكر فيه فكر فيه كتير، تخيله، حط صور قدامك، شوف الصور على طول، تخيل الحاجة دي كأنها it's like reality، ان انت عايش فيها سوري يا جماعة، عايش فيها عايش فيها وعايش جواها، فهتقدر توصل. انا بشكركم يا جماعة. موضوع التخاطر، موضوع قانون الجذب ده موضوع حيوي جدا جدا، ممكن يغير حياتك، وممكن يغير يشقلب لك عمرك ويشقلب لك احلامك. في ناس كتير جدا جدا عمرهم ما كانوا يتخيلوا ان هم يوصلوا اللي هم وصلوا له، وقدروا ان هم يوصلوا له بسبب حاجه واحده بس، ان هم كانوا مصدقين نفسهم، عندهم ثقه في نفسهم، عارفين ان هم يقدروا يعملوا تشينج، عارفين ان هم يقدروا يعملوا تغيير. كمان تقدروا تعملوا تغيير، وتقدروا تعملوا تقدروا تكونوا ايجابيين اكتر، تقدروا توصلوا اللي انتوا عايزينه. علشان كده فكروا بايجابيه، تخيلوا تخيلوا، استخدم عقلك الباطن. ده ثروة لازم تستخدمها إلى أقصى حد، يعني مش يقولك إيدك دي اللي أنت بتشتغل بيها، عقلك أهم بكتير جدا من إيدك ومن رجلك، عقلك ده هو اللي هيحركك صح. عشان كده أعرف إزاي تستغل عقلك صح يا جماعة. شكرا، بحبكم جدا جدا جدا، بتمنى لكم السعادة من كل قلبي. بليز كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي ينزلوا تحت على قناة الكلام المفيد واشتركوا فيها، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس، وكمان تابعوني على السوشيال ميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك، وكمان تعملوا لايك تشجيع للقناه عشان اللايك بتاعك مهم جدا جدا لدعم القناه. وايه كمان سؤال الحلقه بقى، انت برج ايه وتشوف قدرتك على التخاطر بنسبه كام في الميه؟ يعني كل واحد يبقى صريح مع نفسه، يعني قولي انت برج ايه او قولي لي انت برج ايه وقدرتك على التخاطر كام في الميه،
وليه بتفشل في التخاطر؟ يعني ايه اكتر حاجة صعبة فيك في التخاطر؟ انا مثلا هتكلم اول واحدة، انا برج العذراء عشان الناس لسه اول مرة تتفرج عليا، بشوف ان انا بعرف اعمل تخاطر بنسبة 88%. الحاجة الوحيدة اللي ممكن مش بتخليني شاطرة في التخاطر ان انا ما عنديش وقت اعمل تخاطر فعلا، او ان انا يعني عشان ام سو بيزي الفترة دي بشتغل شغلانتين بقى، شغلانة صعبة جدا يعني، فمش بعمل، مش بفكر كتير، مش طبعا ما عنديش وقت يعني، انا بتشقلب على السرير وانام على طول. شكرا يا جماعة، بحبكم جدا جدا، بتمنى لكم السعادة. باي 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 باي. ما تنسوش تنزلوا حالا تتفرجوا، تعملوا اشتراك في قناة كلام فود وتتفرجوا على الفيديوهات اللي انا عاملاها النهاردة اللي هسيبها لكم هنا. شكرا، مع السلامة.